كيم يو جونغ، المرأة الفولاذية، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، المرشحة الأقوى لخلافة الحكم في كوريا الشمالية. تعد أقوى امرأة في البلاد، فهي عضو بارز داخل حزب العمال الحاكم، ونائبة مدير إدارة الدعاية والإعلام التابع للحزب الشيوعي، المرافق الدائم لشقيقها الزعيم خلال زياراته الرسمية والمناسبات الوطنية. مع استمرار التكهنات حول صحة الزعيم، قد تكون سلالة جونغ الذكورية على وشك تسليم مفاتيح حكمها الذي دام 72 عاما إلى امرأة، خاصة وأن الزعيم الحالي لم يحدد من يخلفه إن فارق الحياة. في رأيك، هل يمكن لامرأة قيادة كوريا الشمالية؟ شاركنا.